مساء الخير مشاهدين صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. في ظاهرة منتشرة طبعا بلبنان منذ أكثر من 10 سنوات، يعني منذ بدء الحرب السورية، ولكن هذه الظاهرة خلال شهر رمضان تنتشر وتقوى بشكل كبير جدا وتخرج حتى عن السيطرة. نحن اليوم أو هلأ قبل الإفطار بكم ساعة موجودين على بمنطقة جسر الكولا، وطبعا هذه الظاهرة ظاهرة نشر الأطفال المتسولين بين السيارات. هناك يعني أكاد أقول يمكن مئات الأطفال المنتشرين بين منطقتي الكولا والحمراء، هول الأطفال منتشرين بشكل فظيع بين السيارات. إذا قربنا شوي بعد لقدام منشوف كيف هالأطفال الصغار الموجودين بين السيارات وكيف بينتشروا قبل شهر رمضان، وكيف أهاليهم بيكونوا موجودين حدهم حتى وما ببالوا حتى لا بصحتهم ولا بأمنهم ولا بسلامتهم. معي طبعا عضو البلدية السابق رولا العجوز يلي عم تتابع موضوع حملة تنظيف بيروت واللي عم تتابع أيضا. طبعا نحن ما بيسوى نبين وجوه الأطفال لأنه التزاما بالمواثيق الإعلامية منبينهم هيك عن بعيد، بس لحتى نضوي على الأمر الذي يعني يرتكب بحقهم بنشرهم بهذه الطريقة وابتزازهم، وحتى أنه أكثر الأطفال تؤخذ هذه النقود منهم فيما بعد. استاذ رولا، حضرتك تابعتي موضوع التسول المنتشر بكثافة اليوم شو رسالتك للدولة اللبنانية وكيف استجابت لإلك وزارة الداخلية لهذا الموضوع؟ أنا ما وصلت بعد لوزارة الداخلية، طالب يشوف معالي الوزير كيف استجابت الدولة. ما استجابت الدولة إلى الآن، رغم أنه كل علما أنه معالي وزير البيئة عم يعمل كل اللي عليه بالنسبة لموضوع النفايات، بس لكن هون نحن عم نحكي على موضوع التسول وهو يختلف تماما. اليوم يلا قربي هو اللي عم يحكي. ابعدوا عني احسن، انا من وزارة الداخلية والله بقصف عمرك. خلص ما تحكي انت قضاء وقدر، زيح من هون. خلص شو بدك فيها؟ ليك او بتسكت او بيجي بتصرف معك او بتطلع معي على الهواء بتقول رأيك. يا ريت حدا يربيه بس. تفضلي. هيدي الاطفال اليوم من مسؤولية مين اليوم استاذ رولا؟ هيدي الأطفال للأسف الشديد إذا بدنا نحكي اليوم من مسؤولية مين، اليوم هيدول الأطفال مسؤولية رب العالمين، لأنه ما حدا عم يسأل فيهم. هيدول أطفال متروكين على الطرقات، البنات مطلوب منها تعمل شو ما كان. أنا بسأل سؤال، البنت اللي عمرها 14 و15 سنة عم بتردع ولد وحبلي بنفس الوقت، طب كيف هاي؟ إنه تجوزت هيدي المخلوقة؟ هالأطفال اللي عم ينتركوا بهالشكل هيدا، لا في مصاري، لا في عندهم أراضيهم، عندهم بيوتهم، لازم الأمم المتحدة تتطلع فيهم. لبنان كدولة اليوم مفلسة، خلي الأمم المتحدة تلاقي طريقة تحافظ عليهم، تعطيهم اللي لازم ياخدوه، يسافروا على بلادهم، يعيشوا بأراضيهم. أنا بشك كتير هيدول الجماعة هالبراءة اللي عم نشوفها وما فينا نصورها لأنهم أطفال يكون لهم علاقة بالحرب بسوريا، فلازم يتلاقي لهم محل آمن، طريقة آمنة يرجعوا فيها على بلادهم، لأنه لبنان انفجار ما بقى يتحمل. طيب اليوم برأيك هل هيدا الموضوع لازمه إمكانات بس من دولة لبنان، وإلا فعلا لازمه إمكانات بتضافر قوى وجهود دولية؟ هيدا في ملف عالمي لازم ينحل، الملف اللجوء السوري أو الوجود السوري في لبنان اليوم بالشكل اللي هو فيه عم يأذي لبنان، عم يأذي الشباب والصبايا والولاد الأطفال البريئة السوريين، وعم يأذي لبنان. نحن بحياتنا ما شفنا هيدي المناظر، بحياتنا بأسوأ أيام الحرب ما شفنا الفقر بهالشكل هيدا. الفقر بيولد جوع، والجوع بيولد مرض، والمرض عم بيولد عذاب للبناني ولأهلنا السوريين بلبنان. لازم يتلاقى حل جذري لهيدا الموضوع، وغير عن طريق دول قوية وأمم متحدة ما بنقدر نوصل. صبي عمره 7 سنين و5 سنين وبنت عمرها 7 سنين و10 سنين حرام يكونوا عم يشتغلوا على الطرقات، حرام يكونوا عم ياكلوا من الطريق، حرام، ما بيجوز بأي طائفة اللي كان، بأي
شو بدي اقول لك، قانون دولي اللي كان، اللي نحن عم نعيشه اليوم موت يومي بالساعه بالساعه. ومنطقه الحمراء حضرتك كمان عاينتيها. انا منطقه الحمراء عاينتها، وبعتذر اقول، ومش لاول مره ولا لتاني مره ولا المره المليون، نحن عم نشيل كمتطوعين براز بشري من الطرقات. هيدي ما بتصير، ما معقول. بتشوف مزبوط في فقر، بس بتشوف كتير من السيدات اللي حاملة أطفال وحبالها بنفس الوقت تحمل الحفاض وبتكبه مثل ما هو بنص الشارع. راحت هوية المدينة، الناس باعت أملاكها، العالم هربت من بلادها بي 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 بالبلاش اللي عم بيبيعوا فيه أملاكهم، لأنه بتجي تقلي الحق على هيدول. لا مش الحق، بس هيدا شيء ما بيخليك لا تمشي بالليل ولا تمشي بالنهار وتخاف. نحن واقفين اليوم، وانت شفت كم واحد حاول يتهجم علينا، نحن واقفين هون في مشكلة. ما بيقدروا، بس في مشكلة. ولو خايفين ما كنا طلعنا على الإعلام كل يوم والتاني. حرام يروح هالبلد. لبنان شبابه هربت، أولاده هربت، الأمات عم تبكي، العالم موجوعة، عم ياخدوا أكل ما عم يقدروا يشتروا، وفوق هيدا كلياته إذا واحد بده يمشي على الطريق ما بقى يقدر، لأنه إذا بده يأكل لقمة صغيرة من سندويشي ما بتنزل بزلعيمه لما في ولد بريء عم يتطلع عليه عم يكدش سندويشي. العالم موجوع. أنا بوجه دعوة لكل الدول العربية الشقيقة، لأنه هيدا ملف لازم نتساعد فيه. هيدول الجماعة لازم يتلقي لهم مكان يقعدوا فيه. بلادهم أحق، لأنه فيها أراضي، فيها زراعة، فيها مي، أو طريقة تانية ما يكونوا محطوطين مستوطين على الطرقات بالشكل هيدا اللي هن فيه. شكرا لك أستاذة رولا العجوز ولمتابعتك. طبعا موضوع التسول يلي عم يكبر، وخصوصا بشهر رمضان، وخصوصا قبل العيد. يعني نحن عم نشوف هيدي المظاهر صرنا بشكل كبير جدا وبكل المناطق البيروتية، وأكثر شيء بحسب الجولة يلي عملناها بمنطقة الحمراء وأيضا بمنطقة سليم إسلام وأيضا هون على الإشارات. طبعا المواطنين بيسألوا أنه طيب إذا هالحرب السورية عمرها 11 سنة أو 12 سنة، طب كيف هالأطفال اللي بعدهم خلقانين جديد؟ يعني بعد هيدي العائلات تعاني، أو بعض هذه العائلات اللاجئة من سوريا تعاني من موضوع الوعي، وبعد لهلأ للآن يعني ما بتأمن ظروف معيشية صحيحة للوعي. نحن بدنا نركز أنه ما نصور وجوه الأطفال، ولكن لازم نضوي على هيدي المعاناة. إذا بتكملوا معي بس لقدام لحتى تشوفوا قديش قريبين هالأطفال من السيارات ومن دواليب السيارات. يعني إذا فلت شي طفل، طيب أي جهة هي اللي بتتحمل هيدي المسؤولية؟ هون طبعا كمان قدام في مركز لأمني للجيش اللبناني، وهؤلاء الأطفال المتسولون مع عائلاتهم موجودون بكثافة هون، موجودون بكثافة على هذه الإشارات، وفي خطر كتير كبير على حياتهم، لأنه طالع لايف حبيبي، طالع لايف، ففي خطر كبير على حياتهم بأنه يركض شي ولد وتخبصوا شي سيارة ونخسروا. يعني هيدي المسؤولية مين بيتحملها؟ وزارة الداخلية طبعا عليها مسؤولية، ولكن الحكومة ككل أيضا عليها مسؤولية. هيدي المشاهد كلياتها تفتح ملف عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، وتفتح كثير من الملفات، لأنه هيدا الوجود البشري ووجود الأطفال بهيدا الشكل الكبير هون بهيدي الطريقة يعني لا يجوز من أي ناحية يلي كانت، إن كان من الناحية الإنسانية أو من الناحية الاجتماعية. طبعا أود الإشارة إلى أنه هيدي المشكلة وقعت فيها بلدان كثيرة أخرى كتركيا والعراق، وتطلبت هيدي المشكلة بأنه تتضافر كل الجهود الدولية من أجل حل هيدي المشكلة. هاي منطقة الكولا يلي إذا طلعنا شوي منصير بطريق جديدة، إذا رجعنا رجوع منصير على منطقة سليم إسلام يلي فيها أيضا كثافة بشرية من هيدا النوع من الناس يلي بيكونوا موجودين ليتسولوا. طبعا نحن ما بنعرف ظروف هيدي الناس،
ما عم نحكم على هيدي الناس، نحن عم نضوي على مشهد موجود، لأنه الإعلام هو مرآة المجتمع، نحن عم نضوي على مشهد موجود بشكل يومي وبشكل صارخ في هيدي المناطق، وللآن هيدا المشهد لم يعالج. ما بنعرف إذا مؤسسات الأمم المتحدة قدرت أنه تعالج جزء من هذا الموضوع، إذا في حدا عم يشتغل لهذا الموضوع. حاولنا التواصل مع أكثر من جهة، وكان الجواب أنه هناك كثير أيضا من الأطفال، يعني كمان هذا المشهد أخذنا على مكان آخر، وهو أنه في كثير من الأطفال ولدوا في لبنان بعد اللجوء إلى لبنان، بعد النزوح إلى لبنان، وهم غير مسجلين بالقيود، ما لهم أوراق. يعني نحن عنا عدد كبير من الأطفال ما عندهم قيود، مش معترف فيهم، مش مسجلين في الدولة اللبنانية، ولا عندهم أيضا أي قيود أخرى في الدولة السورية، وهذا الخطر الأكبر. هون هيدي الزاوية هي الخطرة كتير أكتر شيء، لأنه ما بيبين الولد اللي بيقعد، ودايما في بنت هون بتقعد على هيدي الزاوية وبيكون معها أطفال، وأيضا في عائلات. هيدا اللي قصدناه نحن بالعنوان اللي حطيناه، بأنه أطفال وردع بين السيارات. هيدا العنوان حقيقي وفعلي وواقعي، في ردع بين السيارات. هون ليكوا قديش هيدي المطرح الرصيف. هلا هيدي البنت هيها بينت بتهرب، بس تشوف كاميرا بتقعد هون وبيكون معها رضيع أو رضيعة، وهون كمان نفس الشيء، نفس المشهد. يعني قديه خطر أنه إذا مات شي ولد من هول الولاد، إذا صار له شي، مين الجهة يلي بتتحمل المسؤولية؟ طبعا هيدي الصرخة نحن نوضعها برسم وزارة الداخلية أولا، برسم البلديات ثانيا، وبرسم الحكومة اللبنانية اللي ينبغي أن تعالج الملفات العالقة حتى هذه اللحظة، ولم تحل حتى هذه اللحظة، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية بملف اللجوء السوري. تحولت منطقة تحت جسر الكولا إلى مساكن بشكل علني وبشكل يعني واضح، مثل ما عم تشوفوه، عائلات بأكملها تسكن تحت الجسر، وأطفال محرومة من كل شيء موجودين تحت هيدا الجسر. يعني هاي هي الصورة اللي ينبغي أنه نبينها للإعلام اللبناني. هاي منطقة الكولا فيها الثقل البشري من المتسولين وعائلاتهم، طبعا تسولوا نتيجة اللجوء إلى لبنان، نتيجة الحرب السورية، نتيجة ظروف أخرى. كل عائلة إلها قصة وقصة مثل ما بيقولوا، وأيضا منطقة الحمراء، إلا أنه هون الثقل الأكبر يكون قبل ساعات الإفطار، على أمل أنه تجد هيدي الرسالة صدى لدى المعنيين، إن كان على المستوى الوطني، وإن كان على المستوى الدولي والإقليمي، ليعنى مباشرة بهذا الملف العالق منذ أكثر من 11 سنة. كان معكم حسين خريس من منطقة الكولا ببيروت. شكرا لكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك.